أما بعد، إخوتي الكرام، أمامي أو ممن يتابع هذا البث على المباشر، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أرجو أن يكون الصوت للإخوة المتابعين واضحا وواصلا إن شاء الله جل في علاه. يتجدد هذا اللقاء بفضل من الله تعالى مع هذه السلسلة القرآنية المباركة التي سميناها نداءات الرحمن إلى أهل الإيمان. نتناول فيها هذه الآيات المباركات التي نادانا الله عز وجل فيها بهذا الوصف، وصف الإيمان، في قوله يا أيها الذين آمنوا. ونحن في لقائنا 23 الآن منها، كذا ولا؟ وقد شرعنا في الوقوف مع نداءات الله تعالى للمؤمنين من سورة النساء المدنية. مر علينا قوله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخره. واستغرقت منا هذه الآية المباركة كم اللقاء؟ استغرقت لقاءين اثنين، وكان هو النداء الثالث فيها في سورة النساء. نتناول في هذا اللقاء بعون الله تعالى النداء الرابع الذي جاء في سورة النساء، وهو قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن في حاجة إلى هذه الآية، نحن في حاجة إلى القرآن كله، لكن نحن في حاجة إلى أن نفهم هذه الآية بالذات. والأمة تعيش ألوانا شتى من الفتن والمحن المتلاحقة المتتالية، والتي عصفت بكثير من الناس إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. إي ورب البيت، نحن في حاجة إلى أن نتدبر القرآن الكريم، ولا سيما هذه الآيات، أو هذه الآية بالذات التي نقرأها ونستدل بها ونسوقها أو نضعها في غير موضعها. مع الأسف تقدم أن من علوم القرآن الكريم علم المناسبة، صحيح ولا؟ علم المناسبة، بمعنى أن هذه الآية قد ناسبت ما قبلها وما بعدها، فلا بد أن ننظر سريعا فيما قبلها وفيما بعدها. نزلت الآية في مرحلة إيش؟ مدنية، قامت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها الدولة المدنية، وأنا أقول هذا ومسؤول عما أقول. أقام دولته صلى الله عليه وسلم بالمفهوم المدني لا بالمفهوم الديني الكنسي، لا، دولته عليه صلوات الله وسلامه كانت دولة عدل وقسط ورحمة وإنسانية وإعطاء كل ذي حق حقه عليه صلوات الله وسلامه، عدل في حكمه بين كافة سكان المدينة ومواطنيها، بين المسلمين وغير المسلمين، الكل نال حقه، ولم يهضم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إنسان قط، كذا ولا؟ حكم بما فيه نص قاطع وما لم يكن فيه نص قاطع، حكم باجتهاده صلى الله عليه وسلم، أو ربما رجع إلى أعراف الناس وعاداتهم كما هو شأن الديات والقسامة وغيرها مما وجد الناس عليه، فقدم العرف وحكم العادة التي لا تتنافى مع أصول الشرع. والبعض رده إلى الشورى والتشاور بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لست متحدثا عن طبيعة دولة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك في لقاء آخر لنفرق بين مفهوم الدولة المدنية أو الدولة الدينية.
لأنه اليوم ما يقع حول هذين المصطلحين تجاذب كبير، فهمتوا؟ والكل يخبط خبط عشواء إلا ما رحم ربي، طائفة تأخذها الحماسة وطائفة أخرى تقابلها بيش بتحجر تام. ننظر في هذه الآية من سورة النساء ما الذي جاء قبلها. أولا هي على كل حال لها سبب نزلت لأجله، لها سبب نزلت لأجله، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغير الصحيحين بعث سرية وأمر عليهم رجلا اسمه عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي، رجل من الأنصار، عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي رجل من الأنصار، أمره على سرية وبعثه في مهمة، فأغضبوه، أغضبه أصحابه، فقال اجمعوا لي الحطب، فجمعوا له الحطب، فقال أشعلوا فيه النار، فأشعلوا فيه النار، فقال لهم ألقوا بأنفسكم فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله ما اتبعنا وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه إلا فرارا من النار، فعصوه في ذلك، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح المنهج الشرعي في علاقة الحاكم بالمحكوم، أو علاقة الرعية بالراعي، أو علاقة الأمير أو المأمور بالأمير، وهكذا. إذن أنت تلحظ أن هذه الآية نزلت لسبب. ما هو السبب؟ السبب كما أخبرتك في هذه القصة لتوضح لك المعنى، لكن لا بأس قبل أن نتناول شرح ألفاظها وما تضمنته من الأحكام ونجيب عن بعض الأسئلة التي تدور وتجول في أذهان كثير من الإخوة، سوف ننظر فيما قبلها. القرآن كالبناء المتماسك، الناظر في آية ينبغي أن ينظر فيما قبلها وفيما بعدها، وإلا يكون قد وقع في التجزئة والتبعيض لمعاني القرآن، وهذا منهج منحرف. فالله تبارك وتعالى ماذا قال قبلها؟ ماذا قال؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا يأمر الله تعالى برد الأمانات إلى أهلها، ومن ذلك قصة عثمان بن أبي طلحة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد مفتاح الكعبة إليه وكان قد أسلم، في قصة مشهورة ثابتة. ثم أمرنا أن نحكم بالعدل إذا حكمنا بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. انظر الآن وجه الترابط بين هذا الأمر الإلهي بالحكم بالعدل وبين ما بعدها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيه ترابط ولا ليس فيه ترابط؟ نعم فيه ترابط. لماذا؟ سيأتيك الجواب إن شاء الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ننظر فيما بعدها، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
إذن لابد أن ننظر في كل هذه السياقات فيما قبل الآية التي أكد الله فيها على أننا إذا حكمنا ينبغي أن نحكم بالعدل، ثم لما بعد هذه الآية تشنيع على فئة من الناس وهي فئة المنافقين التي تعرض عن حكم الله ورسوله وتستبدل حكم الله ورسوله بحكم الطاغوت من البشر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شفت موضع الآية بين هذين الأمرين، بين الأمر بالعدل وبين الخبر في شأن المنافقين الذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله، حتى تفهم الآن السياق. من الآن أضف إلى هذا السياق سبب نزول الآية، كما قلنا نزلت في أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى سرية وأمر عليهم رجلا فأمرهم أن يجمعوا الحطب فأطاعوه، اشعلوا النار أضرموا النار فيه فأضرموا النار فيه، ألقوا بأنفسكم فيها فعصوا، فنزلت الآية. إذن الآن ندخل لنتأمل ألفاظها وكلماتها حتى نفهم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله لمن؟ للمؤمنين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة هي الإذعان والخضوع وتنفيذ الأوامر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الله سبحانه وتعالى هو الالتزام بأمره والإذعان لأحكامه جل في علاه، وهو جزء بل هو كل عبوديته، فكل عبودية الله تبارك وتعالى تعتبر طاعة له. فالطاعة نوع من أنواع العبودية، أو هي العبودية كلها. انتبهوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من معنى إلا ليعبدون طاعته، فهمت؟ لأن الذي يؤمن بالله تعالى لا يكفي أن يقر بوجوده، ولا يكفي أيضا أن يقر باستحقاقه للعبودية حتى يذعن وحتى يطيع وحتى يستسلم وحتى ينفذ أوامر الله سبحانه. ما كان منها واجبا فهو للوجوب، وما كان منها مندوبا فهو مخير. فهمنا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا يأمر الله بطاعته فيقدمها، لأن حق الله مقدم على حقوق كل الخلق، فيقدم حق الله أولا، صحيح ولا؟ يقدم حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه الخالق، فلا خالق غيره ولا رب سواه، فتقدم طاعة الله على طاعة كل الناس. ثانيا، وأطيعوا الرسول، وهنا يكرر الأمر بالطاعة بالإتيان بهذا الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهته. ما يقول وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله والرسول، قال وأطيعوا إيش؟ الرسول. انتبهوا، وإن كانت آيات أخرى اقتصر في ذكر الطاعة على طاعة الله وعطف بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الفعل. فمثلا في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لكن ليس هذا من ذاك، فتلك الآية لها سياق وهذه الآية لها سياق آخر، لأن هذه الآية سيتقرر فيها جهات الطاعة، جهات الطاعة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. انتبهوا، لكن هذا سياق آخر. لماذا؟ لأن ثمة جهة يجب أيضا طاعتها، لكن ليست طاعة مستقلة،
بل هي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله. ما معنى تابعة؟ يجب أن ترتبط بطاعة الله ورسوله بحيث أن الآمر فيها والناهي فيها يجب أن تكون أوامره ونواهيه قد ارتبطت بالله سبحانه وتعالى شرعا وبالنبي صلى الله عليه وسلم منهاجا وسنة. واضح ولا مش واضح؟ نفسر لك بالماتيماتيك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر هنا ليست طاعة مستقلة، فهمت؟ لو كانت مستقلة لأتي بهذا الفعل ولا كرر، وإنما هي تابعة غير مستقلة. ووجه تبعيتها يجب أن تكون مما لا يخرج عن منهج الله وشرع الله فيها، ولا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فطاعة الله تبارك وتعالى لأنه الخالق المالك الرازق المدبر الإله المعبود المتبع المطاع المتحاكم إليه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله ونبي الله والمبلغ عن الله تعالى والمبين شرعه وأحكامه، كذا ولا؟ طاعة ولاة الأمور هنا إنما هو تنفيذ لماذا؟ لما أقره الله عز وجل في شرعه، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. ولهذا قال وأولي الأمر منكم. السؤال الأول، من هم ولاة الأمور وأولي الأمر منكم؟ من هم أولا؟ من هم أولو الأمر هنا؟ من هم؟ لا، غير صحيح. لا، لابد أن نرجع إلى كلام المفسرين، وأول من فسر القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أهل الفقه في الدين. من هم أولو الأمر؟ هم أهل الفقه في الدين. وهذا تفسير مجاهد بن جبر تلميذه، وتفسير عكرمة، وتفسير أبي العالية، وهو قول جمهور أهل العلم أن أولي الأمر هنا من هم؟ هم العلماء أهل الفقه في الدين. فجعل الله تعالى لهم طاعة لكنها تابعة لطاعة الله ورسوله. العلماء لا يكتفى بسؤالهم فقط، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يتوقف الأمر على سؤالهم وسماع الجواب وانتهى الأمر. أنت تسأل ليجيبك بعض أهل الذكر وبعض أولي الأمر. لماذا؟ لتنفذ. إذا قال لك حلال فهو حلال، وإذا قال لك إيش؟ حرام فهو حرام. إذا قال لك افعل افعل، وإذا قال لك لا تفعل لا تفعل. لكن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة ولا طاعة عمياء، بل هي طاعة يجب أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله، بمعنى ينبغي أن لا تخرج عن شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ إذن جمهور المفسرين أن أولي الأمر من هم هنا؟ بالله ملاحظة بارك الله فيكم، بالنسبة للذين أمامي أنتم في تركيز، لكن الإخوة الذين يتابعون عن طريق البث دعوكم من الردود على من يتولى السب والشتم. عندنا ذباب إلكتروني من مجموعة من البلدان يدخلون، وقد سلطهم الله علينا، لكن أنا لا أستعمل الفيتوكس، فهمت ولا لا؟ نحن بصدد التركيز للفهم والفقه في الدين، بعدين ردوا عليهم. الآن ركزوا معي. بعض الأحيان حينما أرجع إلى التعليقات يتحول سماع الدرس إلى شجار وصراع إلكتروني وفيسبوك. خليك منها، هذه فلانة ما نحبش نذكرها الآن بالاسم، أراها وكذلك فلان دعوكم منه. هم يدخلون قصد التشويش. شفت الذبابة؟ الذبابة ماذا يصنع؟ يشوش. يقول لك ما احنا المثل الشعبي شو يقول لك؟ يقول لك الذبان ما يقتلش لكن يدره الأخلاق. احنا كيف؟ فهمت ولا؟ فالذباب لا يقتل لكن يزعج. فهم يدخلون للتشويش، للتشويش على الإخوة المستمعين. دعك منهم، كل من سب خليه بعدين تولى أمره إن شاء الله إذا تم الدرس. نرجع، جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟
جمهور المفسرين قالوا من هم؟ الفقهاء بالدين، علماء الشرع. إذا كنت في شك من كلامي عادي، ادخل على جوجل رضي الله عنه واضرب جوجل، إذا ما عندكش كتب ولا ما عندك مكتبة بيني وبينك المراجعة. واضح؟ القول الثاني في أولي الأمر من هم؟ هم الأمراء. الأمراء يعني من لهم الولاية العليا والسلطة العليا على المسلمين، سواء كانوا يمثل أحدهم السلطان أو الأمير إذا كانت الدولة إمارة، أو الملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور. القول الثاني والمعنى الثاني الذي تتحمله وتحتمله الآية، نحن لا ننفي هذا المعنى، يجيش واحد يقول هذا هو، لا، نحن لا ننفي هذا المعنى الثاني. المعنى الأول من هم؟ هم فقهاء الشريعة وعلماء الشريعة. انتبهوا، الفئة الثانية من هي؟ هي فئة الحكام، فئة الحكام. بدليل أيضا أننا إذا رجعنا إلى سبب نزول الآية نجد أنها نزلت في تلك السرية وفي تلك الطائفة من الصحابة الذين أطاعوا أميرهم في أشياء وعصوه في شيء، فنزلت الآية تصحح. نزلت الآية إذن هنا، أنا أسأل حينما ذكرت لك سبب نزول الآية، وارجع الكتب التفسير بين يديك، مش مشكلة، عندما تنظر في سبب نزول الآية، في سبب النزول وتنظر في موضوع نزولها، في موضوع نزولها، في موضوع الآية، هل الآية تقر الرجل الأمير أم تقر المأمور؟ أيوة طبعا، يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا الآية أولو الأمر هم العلماء رقم واحد، رقم اثنين من هم؟ الحكام. طيب إذا نظرنا في سبب نزول الآية نرجع، هل الآية هذه التي تأمر بطاعة ولاة الأمر على النحو الذي فسرت تابعة لطاعة الله ورسوله، هل هي تقر وتصادق على تصرف هذا الأمير وبالتالي تخطئ الصحابة الذين ما ألقوا بأنفسهم في النار، أم تقر المأمورين على عدم الطاعة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، الثاني قطعا، لأن الله يأمر بطاعة ولاة الأمور بشرط. ما هو الشرط والقيد؟ إذا كانت تابعة لطاعة الله ورسوله، لأمر الله ورسوله، لشرع الله ورسوله، لدين الله ورسوله. ولذلك الآية نزلت إقرارا في من؟ نزلت إقرارا في هذا الجمع من الصحابة الذين لم ينفذوا الأمر الثالث، وجه لهم ثلاثة أوامر. فكر معايا شوية، ركز معايا شوية، الأمر الأول ما هو؟ اجمعوا الحطب، اجمعوا الحطب حلال ولا حرام؟ أجيبوا، جميل، أضرموا النار في الحطب حلال ولا حرام؟ حلال. أطاعوه هنا ولا ما أطاعوه؟ ألقوا بأنفسكم فيها حرام ولا حلال؟ حرام، لأنه قتل للنفس. وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم انظر، استحضروا مباشرة الغاية من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، قالوا والله ما اتبعنا وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من إيش؟ من احنا هاربين من النار. وهذا يقول إيش؟ ولذلك لما رجعوا إلى المدينة أقرهم ولم يقره، ليؤكد لك أن هذه الآية نزلت إقرارا للمحكومين لا للحاكم. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لو أطاعوه ودخلوا النار كما أمرهم ما خرجوا منها. إذن هذا يؤكد إقرار من؟ إقرار من كان على الحق، فعصى هذا الحاكم لأنه أمر بمعصية الله.
اجمعي على عنا احنا اليوم كيف يسوقون هذه الآية، كيف تفسر هذه الآية على ألسنة مشايخ الضلال وعلماء السلطان، كيف تفسر هذه الآية؟ أولا إذا فسروها قالوا وأولي الأمر منكم حذفوا تفسير الصحابة وجمهور المفسرين. ما هو الذي يحذفونه؟ ما الذي يحذفونه؟ أنهم فسروا أولي الأمر بيش؟ بالعلماء وفقهاء الدين. فهذا تحريف ولا ليس تحريفا؟ هذا تحريف معنوي للقرآن، فبالتالي لأنهم يخافون على أنفسهم، وبالتالي مباشرة يخلعون أو أنهم يتنصلون من المسؤولية. قل لك أنا أخويا خطيني، ولي الأمر من هو؟ هو الحاكم أو الأمير، أنا خطيني، مع أن ولي الأمر الله تبارك وتعالى جعل العلماء ولاية وطاعة واتباعا، لكن ليس ذلك على إطلاقه كما سأبين، كما سأبين. فتجدهم في التفسير اللفظي طبعا، لأن التفسير المكتوب هذا خلاص الحمد لله الذي حفظ الله كلام فقهاء الأمة وعلماء الأمة العاملين، حينما يفسرون لك يحذفون هذا النصف وهذا الشق من التفسير، فيكونون قد حرفوا الكلمة عن مواضعه، وتحريف الكلمة عن مواضعه نوعان، في تحريف لفظي وفي تحريف معنوي. فأنت إن كنت أمينا، ومن أخص وأبرز صفات الرسل الأمانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بيش؟ بالصادق الأمين، والعلماء ورثة الأنبياء، يجب أن يرثوا هذه الأخلاق. وأجل الأخلاق التي ينبغي أن يحافظ عليها العالم ما هما؟ الصدق والأمانة في النقل، أن يكون أمينا في النقل. فلماذا لا تقولون وأولي الأمر منكم هم العلماء؟ افتح التفسير وشوف، كذا نكذب عليك، ستجدون ماذا؟ العلماء وفقهاء الدين. نعم، لأن سؤالهم لا يأمر أو لم يأمر الله تبارك وتعالى به لمجرد الترف العلمي أو الترف المعرفي والثقافي، ما حكم كذا فضيلة الشيخ وانتهى الأمر، ها؟ لا، فاسألوا أهل الذكر. ليش؟ من أجل أن يأتيك الجواب لتنفذه، ما دام أنه بدليله وتعليله ولا يخرج عن الحق، فهمت؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التحريف الثاني الذي يحرفونه أيضا أنهم يجعلون الآية إذن متوجهة أو محصورة في فئة الحكام فقط، على إثبات طاعتهم طاعة مطلقة عمياء، بدعوى وأولي الأمر منكم، مع أن الناظر في سبب الآية هو على خلاف ذلك تماما. الآية تقر المحكومة ولا تقر الحاكم، فهمنا الإقرار ولا ما فهمنا؟ فهمنا مسألة الإقرار، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن الصحابة هذا هو الذي نفذوه، فوفقهم الله للحق، لأنهم ما أطاعوا أميرهم في معصية الله، فأقرهم القرآن على ذلك في قوله وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر منكم إن كانوا أمراء طاعتهم لا تجب إلا إذا ارتبطت بيش؟ بالدين وبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الأمر منهم أو النهي يخالف شرع الله ويخالف دين الله ويخالف أحكام الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا نحتاج إلى أن نرجع. طيب، هذه الطاعة أولا نمضي بإذن الله تعالى لنفسر بقية الآية، ثم نرجع إلى حدود هذه الطاعة لولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. ايش قولك؟ انت معايا ولا دخت؟ ها؟ جميل. طيب، ماذا قال سبحانه؟ فإن تنازعتم في شيء، إن شرطية، فإن تنازعتم. أولا ننظر وأولي الأمر منكم، الضمير يعود على من؟ على المؤمنين، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا، إذن يعود الضمير على ولاة الأمور من العلماء المسلمين والأمراء إيش؟ المسلمين، لأن الله قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأولي الأمر فقط وسكتت الآية، قال وأولي الأمر إيش؟ منكم. المن هذه نسأل أهل اللغة اللي عندهم
اطلاع أو دراسة للغة العربية من هذه، هل هي للتبعيض بمعنى بعض العلماء يطاعون وبعض الأمراء دون البعض فتكون من للتبعيض، أو هي بيانية؟ ما معنى بيانية؟ يعني مبينة للجنس، يعني من جنسكم، يعني من جنس المسلمين. نقول الثاني أظهر والأول محتمل، ثاني أظهر والأول محتمل، لأن القاعدة في باب التفسير أو في علم التفسير أن اللفظ والحرف إذا كان يحتمل أكثر من معنى على وجه لا يضاد بعضه بعضا نحمل اللفظ أو الحرف على كل المعاني، وهذه من غزارة كلام الله عز وجل في معانيه وفوائده. فإذا قوله منكم الجمهور على أنها بيانية، يعني من جنس المسلمين. من إذا كانت للتبعيض نعم، لأنه ليس كل عالم متبع ومطاع، وليس كل أمير أيضا مطاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أريد أن أفكك الآية لفظا لفظا وحرفا حرفا حتى نفهمها ونستوعبها، وبالتالي نكشف زيف المزيفين. يقول تعالى وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، فهذه محرف عطف. طيب، فإن تنازعتم، إن شرطية، تنازعتم التنازع الاختلاف. فإن تنازعتم أنتم شكون فإن تنازعتم؟ هذا الضمير يعود على من؟ هذا الضمير يعود عليكم أيها المؤمنون وعلى ولاة أموركم. يعني إن تنازعتم أنتم والعلماء، قدمناهم كدرجة أولى في التفسير، فإن تنازعتم أنتم شكون؟ والأمراء في شيء اختلفت. سبحان الله، الاختلاف يحصل صحيح ولا؟ فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في شيء، في حكم من الأحكام، يأمر الله بإيش؟ بهذا الأمر، فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتابه، والرسول أي إلى سنته. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنتم فعلا مؤمنين، تؤمنون حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب والثواب والجزاء، يجب أن تردوا خلافاتكم ونزاعاتكم فيما بينكم وبين علمائكم، أو فيما بينكم وبين أمرائكم، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمر بهذا الرد إلى الكتاب والسنة معلقا ذلك على أنه من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم يبين أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأقوم وهذا هو الأصح. ولذلك يقول ذلك، اسم الإشارة المخاطب المفرد، ولام اللام هنا في ذاك جاءت لام البعد، ذلك خير وأحسن تأويلا. والتأويل المراد به إما التفسير وإما الرجوع والرد. ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن رجوع وأحسن تفسير وأحسن طريقة وأحسن أسلوب في فض النزاع، في حل الإشكال الذي حصل بيننا وبين العلماء أو بيننا وبين الأمراء، يعني الحكام، ماذا؟ أن نرجع إليش؟ إلى الله وإلى الرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، الآن عرفنا معنى الآية، وعرفنا سبب نزولها، وعرفنا سياقها أولها أو ما قبلها وما بعدها. نأتي الآن لنطرح هذه الأسئلة الملحة: من هم ولاة الأمر؟ وقد عرفتم الجواب صحيح ولا؟ وما حدود طاعتهم؟ أفتونا مأجورين.
من هم ولاة الأمر وما حدود طاعتهم؟ ولاة الأمر عرفنا بهم، عرفنا بهم من هم؟ العلماء فقهاء الدين اثنين، والحكام أي من لهم المسؤولية العليا على الناس ومن يديرون شؤونهم الساسة. طيب، أولا نبدأ بالفئة الأولى حتى نلتزم بمنهج السلف في التفسير، صحيح ولا؟ ولا نقع فيما وقع فيه الخلف من التحريف. أولو الأمر العلماء أمر الله بطاعتهم، لكن من هم وما حدود هذه الطاعة؟ قلنا العلماء، أي علماء؟ من هم العلماء الذين أمر الله بطاعتهم؟ هذا هو السؤال. من هم؟ هل كل عالم يتبع ويطاع؟ ما نقول نعد، عندنا شرط، ما هو؟ أن الله لم يذكر طاعتهم مستقلة إذا كانت تابعة لطاعة الله ورسوله فيه وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، نرجع دائما ليش؟ لذاك القيد. فحذف الفعل هنا يدل على أنه لا بد من إيش؟ من التبعية، تبعية أمر العالم لأمر الله ورسوله. فالعالم الذي يطاع هو الذي يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. والعلماء ذكر الله عز وجل شأنهم في القرآن، نعم صحيح أثنى الله عليهم، لكنه شنع أيضا ببعض فئاتهم وحملهم المسؤولية. العلم جميل وحسن وباهي ومبارك وزوين وسمي كما شئت، لكن متى؟ إذا دل صاحبه على العمل الصالح، إذا كان الإنسان به من أهل الخشية. إنما العلم ما أورث الخشية كما قال الثوري، وقال مالك أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومقام الخشية هنا لا يتحقق بمجرد أن يكون الإنسان في خلوة فقط كما يريد أن يلبس عليكم بعض علماء الضلال، لا، الخشية لله تعالى تتحقق في السر وأيضا تتحقق في العلن، لكن الخشية في العلن في الغالب لا تكون إلا في مقام الاختبار. كيف الاختبار؟ حينما يجد العالم نفسه بين خيارين وبين طاعتين، إما أن يطيع الله أو أن يطيع المخلوق، إما أن يخشى من الله أو أن يخشى من المخلوق. فهذه هي الخشية التي أرادها الله، أن يقدم الإنسان خشية الله على خشية المخلوق، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يجيك حدثك الخشية ويحب يمشي بك الموضوع ثاني، قال أن الخشية لا تكون إلا في السر، وراقب الله في السر، ويخرج علينا مجموعة من الوعاظ، وعاظ الوزراء الذين يشنعون على الإنسان الذي يعصي ربه في الخلوات، ويأتيك بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أو يصحح لك أحاديث ضعيفة، كالذين يأتون يوم القيامة بجبال مثل من الحسنات أو بالحسنات مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله لهم هباء منثورا. فلما سئل عن ذلك قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث ضعيف، لماذا؟ لأنه يقابله قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرين. فهذا أثبت، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين: كل أمة معافى إلا المجاهرين. وأنا أتعجب من الذين يشنعون على الناس الذين يرتكبون المعصية في السر فيجعلون منها مهلكة مطلقة. بالعكس، هؤلاء الذين عصوا في السر أهون حالا من الذين يجاهرون بالمعاصي بنصوص الأحاديث. نعم نحن ننفر من الذنوب، لكن هذا التشنيع المبالغ فيه منهج مضطرب، منهج مضطرب أصلا. إذا نرجع إلى مسألة الخشية التي يدلس فيها من يدلس، خشية الله شيء آخر، خشية الله في مقام الاختبار، مقام الامتحان، في مفترق الطرقات، حينما يأتيك أمر الله ويأتيك أمر المخلوق، ما الذي تقدم؟ ارجع إلى آية سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، العلماء. أما تحقيق الخشية في السر هذه يستطيعها كل إنسان، العالم وغير العالم، أما الخشية الحقيقية المطلوبة هي هذه،
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال المفسرون يعني يخوفكم بأوليائه. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال أيضا فلا تخشوا الناس واخشوني. شفت رجعنا المقام الامتحان أن الخشية ليست هي مطلق الخوف، لا، خشية شيء آخر مقام أخص من الخوف. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهمنا الآن؟ إذن من هم العلماء الذين عنوا بالطاعة هنا في تفسير الأول لأولي الأمر؟ من هم؟ هم القائمون بأمر الله الصادعون بالحق، هؤلاء هم الذين تجب طاعتهم. لكن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة ولا عمياء، لأنها مقيدة دائما بيش؟ بموافقة ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني ذلك إضفاء ثوب القداسة على الشيخ وعلى العالم ليتحول هذا الشيخ إلى رمز من رموز الكهنوت الكنسي، وأن يضفى عليه ثوب العصمة والقداسة، وأن كل ما يقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا، هو بشر يجري عليه الخطأ كما يجري على سائر الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجري عليه الخطأ كما يجري على سائر الناس، وبالتالي يطاع في الحق ولا يطاع في الباطل، يسمع كلامه فيما وافق الصواب ويرد كلامه فيما خالف فيه الصواب. وإلا تكون قد ألحقته بمنزلة الرسل ورفعته إلى منزلة لا يستحقها ولا تليق به. فالمطاع والمتبع مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هؤلاء من تناقضاتهم يحفظون كل الأصول، ولكن هذه الأصول ينقضونها في سلوكياتهم، فيحفظون أصل كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. لكنك لو رددت على شيخه أو صححت كلام شيخه الذي يقلده شن عليك ويخرج عليك بفزاعة لحوم العلماء مسمومة، سم هاري يقتلك، هل نرتاح؟ يعجبكش؟ لا، الخطأ ينبغي تصحيحه أيا كان. الله تبارك وتعالى ما حاب أكرم الخلق عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه اجتهادات اجتهدها ما أقرها الله عليه، ما أقرها الله عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بسائر الرسل؟ كل من ارتكب خطأ وخالف الصواب مما يعتبر من صغائر الذنوب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما أقر عليه، صحح. وعصى آدم ربه فغوى، سجل الله عليه خطأ. إذن هذا التلبيس دعك منه، نتناقش نقاشا علميا، ولا الكهنوت هذا لا نقبله. لا لا، مهما رسخت قدمه في العلم يجري عليه الخطأ، يجري عليه الخطأ، لا بد من تصحيحه. طيب، إذن من هم العلماء الذين تجب طاعتهم؟ هي طاعة ليست طاعة مطلقة، بل هي طاعة مقيدة. مقيدة بماذا؟ بما وافق قولهم الكتاب والسنة والدليل الشرعي، فهي تابعة لطاعة الله ورسوله. هذه حدودها، هذه حدودها. نطيع الشيخ ونطيع العالم ما لم يخرج عن الحق، فإذا خرج فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة مهما كان. إذن هذا بالنسبة لأولي الأمر إن كانوا، وإن جعلنا أولي الأمر بالتفسير الأول ما هو؟ العلماء وفقهاء الدين. جميل. والذين سنطيعهم ممن وافقوا الحق في الواقع، غاية ما في الأمر أنهم بلغوا عن الله حكمه فقط، ليسوا معصومين، هم مبلغون عن الله حكمه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، هذا دورهم.
دورهم البلاغ، ومن استفتاهم أن يعمل بقولهم وأن يطيع قولهم. انتبهوا لهذه المسألة، لأن الله تعالى جعل لهم طاعة وأولي الأمر منكم. نأتي الآن للموضوع الذي هو أكثر حساسية. ما هو التفسير الثاني لأولي الأمر؟ من هم؟ الحكام والساسة، ومن له المسؤولية العامة منكم؟ أولا هؤلاء تتناولهم الآية قطعا بدليل سبب نزولها كما في حديث أصحاب السرية، كذا ولا؟ طيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ماذا قال؟ إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني النار التي أضرموها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. حصر المسألة، الطاعة فيش؟ في المعروف. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، في لفظ آخر، وفي لفظ آخر أيضا صحيح رواه مسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق، قوله لا طاعة لمخلوق، هذا الحديث تضمن صيغ العموم، لا هذه نافية، طاعة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لمخلوق، أي مخلوق كان، سواء كان عالما أم أميرا، حتى ولو كان أباك. طاعة الوالدين واجبة ولا؟ طاعة الوالدين وبرهما واجب ولا؟ لكن إذا خرجت أوامرهما عن أمر الله سبحانه فتجب المعصية، تجب المعصية، لأن المعصية هي ضد الطاعة. قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالنهي عن طاعتهما يلزم عليه ثبوت ضده، ما هو؟ المعصية، يعني اعصي والديك فيما لو أمراك بالشرك أو الكفر أو ما كان دون الشرك والكفر من المعاصي. أبوك قال لك: ها خذ السيجارة وتكيف معايا، تطيعه؟ خذ الخمر واشرب معه، تطيعه؟ اترك الصلاة تتركها؟ كل الربا تأكله؟ تقول الأم لابنتها اخلع الحجاب والأب، يطيع؟ تطيع الفتاة؟ لا لا تطيع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذان الوالدان اللذان لهما حق الإيلاد أو فضل الإيلاد والتربية وما إلى ذلك، حقهما مقرون بحق الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن هذا ليس مطلقا، لكن حتى في صورة معصيتهما إذا أمر بالمعصية قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، ما قال اتبعهما، قال واتبع سبيل من أناب إلي. إذن كل من تجب له الطاعة ليست طاعة مطلقة ولا عامة ولا عمياء، بل هي طاعة مقيدة، سواء كان ذلك عالما واحد أو حاكما أو والدا أو كل من تجب طاعته. كل من تجب عليك طاعته فإن طاعتك ليست مطلقة بل مقيدة بأن ذلك في المعروف، فإذا كان في معصية الله تبارك وتعالى فلا سمع ولا طاعة، بل تتعين وتجب المعصية، لأن الذي صدر من الصحابة حينما قال لهم الأمير: ألقوا بأنفسكم في النار، صدر منهم طاعة ولا معصية؟ فهذه المعصية أقرهم الله عليها. لذلك في شيء اسمه العصيان المدني، سيأتي الكلام فيه. العصيان إيش؟ المدني، والمعارضة السلمية، كل هذا له أصل في الشرع، لأن الذي فعله الصحابة نوع من أنواع المعارضة السياسية، صحيح ولا؟ لكن معارضة سلمية، لا رفعوا سيف في وجه ولا شيء، أما قال لك لا ما انتبعش، كيف نلقي بنفسي في النار؟ لكن احنا عندنا مكتعرف التطرف والغلو في كل موضوع، يا هك يا هك، فهمت ولا؟ حتى قال بعض الريسوني حفظه الله ورعاه، يقول: من أدلة الأدلة الشرعية على وجود المعارضة السياسية في الإسلام أن الله خلق إبليس، خلق له معارضا يعارضه،
الحق لابد أن يقابله باطل، النار يقابلها الماء، الحر يقابله البرد. شوف 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 الفلسفة وشوف العقول كيف تفكر، فهمت ولا؟ هذه المعارضة السلمية. ولهذا نرجع إلى مسألة إيش؟ الطاعة للساسة ومن لهم المسؤولية العامة. العامة هؤلاء طاعتهم مقيدة، قيدها الله تعالى بقوله وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. عرفنا وجه عدم ذكر الفعل هنا. اثنين، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لأصحابه، وقيدها أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام. الإشكال إذن لم يحلل الآن. إذا قلنا أولي الأمر منكم بالتفسير الثاني هم الحكام، فكيف تثبت الولاية شرعا؟ كيف تثبت الولاية شرعا لهذا الحاكم؟ ما هي طرق ثبوت الولاية له؟ انتبهوا، ما هي طرق ثبوت الولاية؟ متى يستحق أن يقال إنه ولي أمر؟ متى؟ شفت لما نقول لك إنه الفقه الإسلامي يحتاج إلى تجديد أم لا؟ صحيح ولا؟ لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى كتب الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وبالولاية العامة سوف تجد أشياء منصوصا عليها نقول يستحيل تطبيقها اليوم، يعني يستحيل تطبيق تلك الآليات. ها يا سيدي، كيف يولى السلطان؟ كيف يولي الإنسان حاكم في الإسلام؟ تو احنا في إمامة المسجد، كيف أصبح إماما أؤم الناس في الصلاة؟ ما هو فهم شروط، صحيح ولا؟ الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والقدرة وكذا والسمت الحسن، وزيد عاد من تلك الشروط يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، في ضوابط. طيب هذا الولاية الصغرى، لأن الإمامة في المسجد هي الولاية الصغرى. الولاية الكبرى كيف تتم في الشرع الإسلامي يا فقهاء ويا علماء؟ أجيب الأمة وأجيب الشباب الذين تجول هذه الأسئلة في أذهانهم ولا يجدونها. كيف يكون ويصير الإنسان حاكما في الشرع الإسلامي؟ مش تقولوا أنتم الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومش تقولوا صالح لكل زمان ومكان، ومش تقولوا أنه كل جميع جزئيات الحياة استوعبها الإسلامي. حتى هذه أيضا هذه من الأصول العظيمة من أصول الإسلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب قال القرطبي، استدل جمهور العلماء بهذه الآية أنه يجب أن يكون على الناس أمير كما قال علي بن أبي طالب، بر أو فاجر. طيب كيف يولى في الإسلام؟ نرجع لكتب الفقه. قال لك سيدي، أولا كما قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، قال لك الأول بالنص. شنو بالنص؟ يعني بأن ينص عليها الشرع، ينص على شخص أنه هو الذي تكون له الولاية العامة. وهذا على القول، هذا على القول بأن أبا بكر الصديق قد تولى واستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. هذا قول وليس إجماعا. فبعض العلماء قال إن أبا بكر ولايته ثبتت بيش؟ بالنص. ما هي الأدلة على النصوص؟ ما هي أدلة ذلك؟ ما هي نصوص ذلك؟ ما هي نصوص ذلك؟ جاءت المرأة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت له في الحديث كما رواه الترمذي وإسناده صحيح، فإن لم أجدك يا رسول الله قال إيتي أبا بكر، إيتي أبا بكر. هذا نص صريح. كذلك أيضا لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة حكموا القياس هنا أو الإلحاق، وقاسوا ماذا؟ قاسوا أمر الصلاة التي هي ولاية صغرى على الولاية الكبرى. قال عمر رضي الله عنه، أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وهي الصلاة، ولا نرضاك لدنيانا؟
فهمت الاستنباط؟ فبايعوا وانعقد الإجماع. فإذا هذا على القول بأن أبا بكر استولى أو تولى أحسن تولى واستخلف بيش؟ بالنص، بالنص. على القول الثاني في خلافة أبي بكر أنه تولى بتولية أهل الحل والعقد له. من هم أهل الحل والعقد؟ المهاجرون والأنصار. أسأل، عندنا اليوم مهاجرون أنصار؟ جاوبونا. طيب، إذن من هم أهل الحل والعقد؟ لازم نبحث من هم أهل الحل والعقد الذين يخلفون أهل السقيفة. جماهير أهل العلم أن أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين وفقهاؤهم ووجوه الناس فيهم ومن تدين لهم القبائل أو العشائر أو الجماهير ممن عرفوا بالفقه والحكمة والديانة والعدالة. نضحك ولا نبكي حينما أقرأ هذا القول؟ أضحك أم أبكي؟ أقول، وهو سؤال يطرح نفسه، أين هؤلاء؟ يا سيدي احنا مش نتبعوك للآخر. أين هؤلاء؟ من هم أهل الحل والعقد؟ عرفناهم؟ هل هم حضور في هذه الساحة؟ هو أكثرهم قال لك طلقت السياسة بالثلاث. هو أكثرهم قال لك أنا أخويا خليني في نواقض الوضوء وفي العبادات وخليني نخدم خدمة عمك المدب وسيدك الشيخ. السلام، أنا أخويا ما ندخلش في هالمشاكل هذه. وهو الذي كان على المنبر يرغد ويزبد ويبرق ويرعد ويهدد ويتوعد ويشن على العلمانية التي تفصل الدين عن مجالات الحياة وأنها كفر ومن تبناها فهو كافر، هكذا يقول، وهو نفسه واقع فيها، رفضها شكلا ووقع فيها مضمونا. صحيح ولا؟ لأنه إذا فصل نفسه عن الحديث في الشأن العام فهو إذن إيش؟ شيخ، قولها، علماني تماما أم لا؟ تماما بتمام. عندما نقرأ كلام الفقهاء أن الولاية العامة تنعقد بتولية أهل الحل والعقد، نسأل من هم أهل الحل والعقد؟ جمهور الفقهاء قالوا هم علماء المسلمين، فقهاؤهم، الأهل، أوجوه الناس فيهم، من لهم كلمة مسموعة عند جماهير الناس. أنا نسأل، طيب عرفنا الآن، نسأل سؤال آخر، سؤال يجر سؤالا، أين هم هؤلاء؟ تجدهم إما أن الواحد منهم حكم على نفسه بالإعدام مع وجوده حيا، قال لك أنا ما ندخلش في الصالح، حب يبقى في نطاق ضيق، أو أن له حضورا بكتابات، بفتاوى، بكلام، بالاهتمام بالشأن العام، لكن ليس له كلمة مسموعة، ما عندوش كلمة مسموعة، وحتى إذا كان عنده أتباعهم قلة في جماهير الناس. ليش؟ لضعف الدين وفساد الزمان وما إلى ذلك. إذن هل سنعتبر هذا الأصل من أصول التولية؟ إذن النص أمر مفروغ منه، ما يجيش واحد يقول أن فيه نص ولا فيه حديث. أنا كما اللي قالوا خرجوا على طاغية مصر، قالوا هو بمثابة هارون وموسى، وموسى لمن؟ لأهل مصر. بعث الله السيسي كما بعث إيش؟ موسى لأهل مصر لإنقاذهم من فرعون. موجود الفيديو، ارجعوا له الآن. طيب، إذن هذا الأصل يتعذر، قد يتعذر العمل به، قد يتعذر العمل به. أسمع، وفما حاجة أخرى كذلك، تولية أهل الحل والعقد يعني أن يكون الاختيار منهم بمحض الاختيار والإرادة على وفق ما تتحقق به مصالح الأمة، ليس أن يأتوا هم فيبايعوا تبعا أو اضطرارا أو إكراها، لا، مش نفس الشيء. حينما قال الفقهاء أن يتولى بتولية أهل الحل والعقد يعني هم الذين يرشحونه، وليس هو الذي يفرض نفسه ثم بعد ذلك إيش يأتونهم أذلة صاغرين. الصورة هذه والصورة هذه تختلفان تماما. طيب، نمشي. إيش مزال النص
تولية أهل الحل والعقد. الثالث قال لك بولاية العهد، بولاية العهد أن يعهد بها شخص لشخص إذا كان هذا الشخص المعهود إليه صالحا للمجموعة. ما الدليل؟ قالوا كما عهد أبو بكر الصديق بها لعمر بن الخطاب ولم يرى في المسلمين أفضل منه، وانعقد الإجماع على ذلك. نسأل، إذا عرفنا الآن ولاية العهد ما هي؟ أن يعهد بها شخص لشكون؟ لشخص. شريطة أن يكون هذا الشخص المعهود إليه ممن هو أصلح للأمة. أبو بكر الصديق له أبناء، لم يعهد بها لعبد الرحمن بن أبي بكر ابنه ولا لعبد الله ابنه، ما جعلها حكما كسرويا ولا قيصريا، عهد بها إلى من؟ نوجع شوية ميسرش، خلي توجع ميسرش. طيب، عهد بها إلى عمر بن الخطاب ولم يعهد بها إلى آله ولا إلى أبنائه. لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة الشرعية، وهذه هي السنة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي نص عليها في حديث العرباض بن سارية التي يختزل الذي يختزل فقهاء السلطان معناه في جانب العبادة فقط. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يذهب مباشرة في محدثات الأمور إلى ماذا؟ إلى الجانب التعبدي للعبادات الخاصة. لا لا لا، حديث وارد على قضية أخرى أهم من هذه وأكبر، وهي القضية السياسية. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين السنة المتبعة التي يجب اتباعهم فيها ليس تشريع للعبادات، العبادات توقيفية. ما زاد الخلفاء عبادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي السنة ماذا؟ في التداول السلمي على السلطة، في التداول السلمي على السلطة وتولية من هو أولى بالأمة. فإذا هؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوا السنة كما حرفوا القرآن وهو مقصود. إذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ في التداول السلمي على ماذا؟ على السلطة، كما تداول ذلك أبو بكر بعد عمر بعد عثمان بعد علي. عهد بها إلى عمر باعتبار أنه الأفضل، استند في ذلك إلى نصوص، مبشر بالجنة إن يكن محدثون فيكم فعمر، إن يكن نبي بعدي، لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر. كل هذا يحفظه أبو بكر الصديق، فقدم عمر وانعقد الإجماع، انعقد الإجماع. فهمنا الآن؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن تطبيقه؟ أن يعهد بها شخص لشخص آخر يتعذر، لأنه لا أحد مثل أبي بكر ولا أحد مثل عمر. خلاص فعلا ما يمكنش. بقي الأمر الرابع، قال لك بالتغلب. بالتغلب هذه يسعد بها حزب الزور المصري. التغلب تعرف شو هو؟ التغلب إذا كان استأنس شخص في نفسه القدرة على إقامة العدل بين المسلمين وضبطهم بأحكام الشرع، وكانت له القدرة، ولم يترتب على تغلبه من المفاسد أكبر من المصالح في تغلبه، قال الفقهاء إذا استقر له الأمر ودانت له الرعية وأمنت به السبل وحمى بيضة الإسلام تثبت له الطاعة. ولذلك لما ذكر الزمخشري، وإن كان معتزليا لكنه في هذا الباب باب الإمامة والولاية بارع، حينما ذكر له بعض المتغلبين من بني أمية ماذا قال؟ قال أولئك لصوص متغلبة. لصوص متغلبة، فقد يأتي شخص لص، سارق للمال العام، سافك للدماء، مزهق للأرواح، منتهك للأعراض، ويقول إنه متغلب. لا، لا يثبت التغلب هكذا. وهذا الباب لو قلنا به وفتحناه لعاشت الأمة الانقلابات والاضطرابات التي لا تتوقف. وبالتالي الأربع طرق التي ذكرها الماوردي في الأحكام السلطانية الأولى، قال لك نصا تولية أهل الحل والعقد أن يعهد بها، أي بولاية العهد أن يعهد بها شخص إلى شخص كما عهد بها أبو بكر إلى عمر. الرابع التغلب، هذا أمر لا نستطيع تنزيله في زماننا.
إذن ماذا نصنع؟ لا بد من البحث، وها هنا لا بد من النظر فيما درج عليه الناس أو يمكن استنساخ بعض النماذج التي تتحقق فيها السلمية ونحقق فيها أكبر قدر ممكن من المصالح وندرأ فيها أكبر قدر ممكن من المفاسد. فهمتم؟ مثل الانتخابات والحملات الانتخابية، فإن هذه صورة تشابه صورة التشاور، وصورة تولية أهل الحل والعقد هي أقرب الصور شبها. فاستنساخ ذلك حتى ولو لم يكن له أصل من كل الوجوه، لكن له أصلا في الإسلام، لأن المبايعة التي حصلت في سقيفة بني ساعدة، ما الذي اعتبر فيها؟ اعتبر فيها العدد الأكبر، صحيح ولا؟ العدد الأكبر. وبالتالي هناك نظرية التغليب في الإسلام، وقد كتب الريسوني كتابا سماه نظرية التقريب والتغليب، قرأه هذا الكتاب مفيد، نظرية التغليب. شوف احنا في مسائل الفقه بعض الأحيان يميل الإنسان للأخذ بقول الجمهور، علاش؟ خاصة شيخ الإسلام تيمية يقول إذا كان قول الجمهور في عصر واحد شد به يديك، الغالب أنهم قد أصابوا الحق إن كانوا في عصر واحد، لأنه قول الجمهور قد يكون في عصور متفاوتة، ليس نفس الشيء، فهمت ولا؟ فإذا الأخذ بالأغلب معتبر في الشرع، والتحكيم إلى الأغلب معتبر في الشرع، فهذه صورة من الصور. إذا نرجع إلى السؤال، انتهى الوقت؟ لا، احنا ما لم ننتهي. الآية سنعيش معها الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لازمنا نفركوا الرمانة هذه، عرفتوا باللغة العامية رمانة، لازمنا نفركوها، وصوفة لابد إيش أن ننصلها. لا نريد أن نتكلم لا بإيش بالأقنعة ولا بالقفازات، لا لا، على طول نمشي مباشرة بكل صراحة. إذن هذه الطرق الأربعة لا يمكن تنزيلها في وقتنا الحاضر، وارجع إلى كلامي لماذا. فلا بد من البحث عن نموذج نستنسخه مما لا يتصادم مصادمة صريحة مع النص. فمن الآن نقف على هذا إن شاء الله، لعلنا أتينا على نهاية هذا اللقاء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن سوف نجيب الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من هو الذي يصدق عليه من الأمراء أنه ولي أمر الذي تجب طاعته، وما حدود تلك الطاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أجرنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم هذا الحضور وحسن الإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.